أيوة دولة. جون ثالث في وقت قاتل في الدقيقة 81 من الشوط الثاني. النادي الأهلي بيحول تأخره 2-0 للتقدم 3-2، والملعب هنا مقلوب يا جماعة، كان عايزكم الصراحة. فاضل حوالي 9 دقايق والمباراة تنتهي، والموضوع هنا يعني بعد ما كنا متخيلين إن ممكن دي تكون أول خسارة في الدوري، لا، النادي الأهلي بيتقدم قبل 9 دقايق على النهاية بعد ما اتخطف بجولين في الشوط الأول. أما هنا يا دولي يا أما حدولي سلمنا بعد الماتش ومكملين معاكم. يلا يا اهل عم الرابعه جاي دلوقتي.